اليوم معنا في الاستديو في الهواء الطلق ضيفا عزيزا، الاستاذ الفنان الممثل والمخرج، ولكن يجد نفسه مخرجا اكثر من كونه ممثلا، نضال عديرة. اهلا وسهلا فيك، سعيدين بوجودك. اهلا وسهلا فيك، شكرا على المقدمه. ما اضل شيء احكي. شكرا لك. لا هلا ما رح تحكي لنا غير انه انت بتعشقه للمسرح، كثير في اشياء بدنا نفصل فيه. هو منه يعني نحن منه في عشق من المسرح. أجد نفسي حينما أكون ملازما تلك الخشبة التي احتضنتني منذ صغري أكثر من بيتي، فأحببتها لأن العلاقة التي تربطني معها هي علاقة روحانية كعلاقة العاشق بمعشوقته ومحبوبته. دائما تشغل تفكيري حيث تراني أجسد من هواجس الناس وخواطرهم نصوص أعمالي، عبارات مشاهدي، ومن حالاتهم العامة أبتدع ساعات من الانتظار لأناس على كراسي المسرح أتوا ليتمتعوا بمعنى المسرح الحقيقي الذي يحكي قصة الأيام التي نحن فيها أو التي تركناها أو التي سنراها. هذه هي نظرة الفنان نضال عديرة لأعماله التي أحبها وقدمها على خشبات المسرح. ويعتبر الفنان نضال عديرة أن المسرح الشبيبي قدم ويقدم إلى اليوم الكثير من الدعم لجميع الشباب الذين يعمل اليوم على اكتشاف مواهبهم وتجسيدها في شخصيات هامة، منها في أغلب أعماله التي شارك بها سواء باسم المسرح الشبيبي أو باسم الفرقة التي أنشأها اليسار، الفرقة المسرحية التي عناصرها أغلبهم من الشبيبة، أو باسم مسرح الطفل وجمعيته المعروفة باسم جمعية أسرة مسرح الطفل باللاذقية. هذا هو الفنان السوري نضال عديرة بحبه للمسرح وعشقه الذي رسمه في عيون كل من تابع أعماله.